بسم الله الرحمن الرحيم وعواش مبروكة على جميع المسلمين. بالنسبة لهذا المسجد هذا اخويا، راه هذا المسجد هذا كانوا عطاو واحد المدة الزمنية ديال الإصلاح ديالو ديال عام وشهرين، ومادام بنا أننا كنشوفوا هذا المسجد هذا فات دابا عام وسبع شهور دابا هو مسدود. وهذا المسجد هذا كيدبر على هذه الساكنة ديال الدرب فقراء سميتو رياض العالي الحي المسجد بولو، كيجمع واحد العدد ديال الساكنه. ولكن ملي سدوه لينا هاد دابا ولينا كنلقاو صعوبات خاصه في شهر رمضان، ان كان بنادم كيقدر يتنقل من هنا حتى البولو او المساجد الاخرى بحال جامع الهدى. وبالنسبه للناس الكبار في السن ديال النساء ولا الرجال هما اللي كيلقاو هذه الصعوبه هذه. بالنسبه لنا حنايا راه كنصبروا، ولكن الناس الكبار شنو مساكن يديروا؟ كيبقاو في الديور يصليو، هذا هو المشكل. ما يقدرش يقدر يخرج مع الفجر بواحد النسبه ديال شنو نقول لك ديال 10% ولا 15% هما اللي كيخرجوا، كيمشيو ولادك الجوامع الصغار واللي في الاحياء. بالنسبه باش بنادم يمشي من هنا حتى البولو راه صعيبه عليه، ها ماشي صعيبه عليه لا بالنسبه للناس الكبار او لا الله يسر في هذا الشيء اللي ولا دابا. من كيقول كان ما نقدرش نمشي انا واحد المسافه ديال جوج كيلومتر باش نصلي ونتمجن، نقدر يتعرضوا ليا نقدر بزاف ديال المسائل. هذا هو الاشكال اللي عندنا دابا هنايا في المسجد، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وهاد الناس مسؤولين باش يعجلوا بهذا الافتتاح ديال هذا المسجد، لانه معلمه تاريخيه بالنسبه للدار البيضاء، لأنه من المساجد الأوائل في الدار البيضاء. وكنتمنوا منهم أنهم يستعجلوا باش يحلوه، لأن راه واخا بلا رمضان راه بنادم كتكرفص، راه بنادم كتكرفص بزاف بزاف بزاف، راه سيرتو الناس الكبار، الناس الكبار والعيالات راه هما اللي كيتكرفصوا. بالنسبة لنا حنايا قلنا لك راه حنايا نصبروا، ولكن الناس الكبار مساكن هما اللي. بالنسبة للوالدة ديالي كانت هنايا كتصلي الجامعة وسميتو رمضان، دابا مابقاتش كتخرج من الدار، كتقول لك ما نقدرش نمشي حتى للجامع بعيد عليا، كتضطر كتصلي انها في الدار، لا هي ولا المدام ولا. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى انهم يشوفوا من هذه المعلمة هذه ويحلوها لنا في اقرب وقت ان شاء الله. وشكرا للجميع. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في قناتنا ماسينك تي في وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وزياره موقعنا www.masinktv.ma.